قراءة في الصحف العربية نبدأها من قطر، حيث سلطت صحيفة الراية الضوء على عملية تفجير زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لنفسه، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأمريكي اعتبر أن زعيم التنظيم اختار القيام بعمل جبان يائس أخير حين فجر نفسه خلال عملية نفذتها وحدة كوموندوس أمريكية في سوريا. ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله: بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي من دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى تفجير نفسه عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها. وفي موضوع آخر قالت صحيفة الغد الأردنية إن محللين يمنيين اعتبروا أن هناك تحركات إيجابية خلال الآونة الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية تجاه ميليشيات الحوثي وإعادة تقييم عام لسياستها في اليمن بعد جرائم وانتهاكات متصاعدة هددت السلم والأمن بالمنطقة، مما يندر بعودة وشيكة لتصنيفها إرهابية. وفي الملف السوداني أكدت صحيفة الأهرام المصرية أن المبعوث الخاص الأممي رئيس بعثة المنظمة الأممية للسودان واصل سلسلة لقاءات مع الكيانات الاجتماعية والمدنية السودانية لبلورة اقتراحات للخروج من الأزمة الراهنة، وذلك في الوقت الذي تعهد فيه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بتسليم السلطة في البلاد فقط عبر الحوار الشامل أو الانتخابات النزيهة.